المدينة اسفي جيت للسوق ديال بوكدرة ثلاث بوكدرة على اسم الشركة الأضحية ديال العيد للوليدات، اللي لاحظت أنه بالنسبة لهذا العام الثمن مرتفع بزاف، تقريبا واحد 40% حتى 50% بالنسبة للسنوات اللي فائتة. هذا لعلنا حسن كتسول بالنسبة كون أن المواطن كيتلاقى مع الفلاح أنه غيكون الثمن مناسب. كاين شوية الشناقة اللي كيبغي يترزق الله كيكثروا تبارك الله في السوق، أن الناس اللي كنسموهم بالشناقة الله يحسن العوان، ها هو حتى الشناق ما كيبقاش كتقنعوا 100 درهم أو 4000 ولا 6000، ولا كيبغي 40000، كيبغي 50000 فرانك 60000 فرانك والفوق. وكان المواطن كيتلاقى مباشرة مع الفلاح أنه غيكون داك الشيء زوين، هذوك الناس هما الله يحسن العوان. بالنسبة لي كنت كنضحي ب 60 54، دابا عطيت 74 وما وصل وما وصلتش، هذا راجع الله يهدي هاد المسؤولين. لازم ملي كتسولهم كيقول لك اودي راه الماز، كيقول لك المازوت زاد، وهذا راه الواقع الله يحسن العوان. راه بمجرد الحاجه الوسيله اللي كتزاد الكارفيروم اللي كتزاد فيها، راه اوتوماتيكمون جميع المواد على الصعيد الوطني انها كتزاد. تنطلبوا من المسؤولين وعلى راسهم السيد رئيس الحكومه السيد اخنوس انه يشوف حال المواطنين. انا على ما اظن هذا العام كاين اللي مسكين الدرويش ما غيضحيش، استغفر الله وما غيضحيش، وكنشوفوا من جلاله الملك والله اكبر غيعاد العيد. سيدنا الله يرحم الحسن الثاني كان ملي كيشوف المواطن مضرور وكذا وكذا كيلغي العيد، ومن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد ديالو ملي كانوا الضعفاء او يشوفوا شي حل، شي حل لهذا المواطن. الناس الله يحسن عوانهم. بالنسبه لي السوق راه في المتناول الجميع، يعني ما غاليش وما رخيش، فهمتيني؟ يعني انا بالنسبه لي السوق راه ناقص، ماشي يعني خروف راه كتصيب حوالي مثلا في 70 كيلو 75 كيلو واصل 50000 54000. خلي الله يفات، راه كاينين بلايص اللي كي بحال كازا هذه طالع السوق. اما بالنسبه للاسفي راه كل شيء عيد والحمد لله السلعه راه موجوده. الاعلاف للالاف طالعه، الاعلاف بالنسبه للعام اللي فات راه فرق كثير، يعني بحال دابا الزرع داير 5 دراهم، البشنه دايره 5 دراهم، الفور راه ما ندويش لك عليه. يعني الانسان خصو يسول، ماشي الانسان يقولك حقا هاد الناس راه كيعطيوهم الدعم، الدعم راه ما فيه والو. واش شفنا دار جوج خناجي لما تعطيهم راه ما يكفوش حتى الدجاج، كاينه من 1500 حتى ل 5000 درهم. راه الانسان كيبقى هادر بزاف، كاين الحمد لله الانسان اللي قلب على شي حاجه راه غيلقاها، مره الحولي راه كاين. اليوم كاين ثمن، كاين ثمن بزايد، مزيود النص بالنص، والعلف غالي، كاينه 80، كاينه 75، حولي ديال 50 في العام الاول داير 75 80 داير. انا شريت حوليه عطال معاش، شريت حوليه ب 28 كانت دايرها 16000، وشو شحال تزادها؟ لا ما كاين الغلا بزاف، زيد الصير، الصير تزاد، العلف غالي، الكرا غالي، كل شيء غالي، راه الله يحسن عون الكساب. قضية غالية، اللي عنده راه غادي يعيد، واللي ما عندوش دوك اللي كانوا كيعيدوا ب 30 زعما بنادم 24 بابرية ما غيعيدوش إن شاء الله هذا العام. قضية شوية غالية، كاين الغلا، داكشي ديال 30 ولا ديال 50، دابا تعيد دابا خاصك 80 80 ولا تعيد. ديما كل عيد كنجيو هنايا كندور السواق كاملين على حساب رزقك فين مكتاب لك راه كتشري وصافي. أما هو داكشي غالي، العيد غالي، كاين الجودة ماشي ما كايناش الجودة، هي داكشي هو الغلا. لا غلا بزاف، غلا بزاف. دابا هما ماشي العيب ماشي على الكسابه ولا هذيك، على العلف غالي. دابا هما كيقول لك العلف غالي وكل شيء غالي، دابا ما بقى حتى حاجه رخيصه. الزيت غالي، المازوت غالي. بالنسبه لهذا العام كاين الصغر، انه الراعي ما كاينش هذا العام. بالنسبه للجفاف ما كاينش الراعي، الناس تكرفصات في الصير ديال الكسيبه، صيرات الفلوس، بالا ديال الفصه ب 60 درهم 70 درهم 80 درهم، والعلف مزيوده في النص بالنص، كان ب 50 ولا ب 5 درهم. هذا الشيء اللي زيد في الثمن ديال الاضحيه ديال العيد. بالنسبه للاضحيه هذا الشيء اللي كاين. والسوق بالنسبه لنا حنا الناس يلاه شاده تقريبا الصير ديالها وراس المال ديال الكسيب البهايم باش شاريهم، ما عندهاش ربح. الا جيتي تحسب راه خليها الله وخلاص. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.